ضمير العالم من هذا الشعب، انه يقول في كل مكان نحن مع الديمقراطية ومع احترام حقوق الانسان. والبحرين عرفت على مدى 3 سنوات بأنها مقبرة لحقوق الإنسان، وثقها السيد بسيوني والثلة الذين كانوا معه، وثقها جنيف وفي توصيات جنيف. وهناك معاندة من هذه السلطة في أن تحترم حقوق الإنسان، أن تشارك هذا الشعب في سلطاته. السلطات لا تنصت إلى شعبها، هي تفتعل وتختلق المشاكل وتختلق الروايات من أجل التغطية على حجم الفساد والفشل الذريع منذ عقود طويلة.